الى الراجل اللي بيشرفنا ورافع راسنا زي كده محمد صلاح. النهارده محمود حسن تريزيجيه بيحقق اول بطوله اوروبيه ليه في مشواره الاحترافي، كسب النهارده مع فريق ترابزونسبور التركي بطوله السوبر التركيه. النهارده عمل اداء مميز جدا وشارك في جزء كبير من المباراه، فاز ترابزون النهارده على نظيره سيفاس سبور برباعيه نظيفه، وكان تريزيجيه له دور كبير في هذه المباراه. بطوله كبيره وبطوله مهمه، حلو انك تبدا مشوارك ببطوله واداء رائع واداء كبير كعاده محمود تريزيجيه، حاجه محترمه. طيب رحنا لصلاح ورحنا لتريزيجيه.